يقول رجل قال لزوجته: أنت طالق بالثلاث، ثلاث مرات في مجلس واحد في ساعة غضب، ماذا يفعل؟ محسوب عليه تطليقة واحدة، إذا كان الغضب لم يخرجه عن العقل، أما إذا كان الغضب أخرجه وأصبح يهذي لا يدري ما يقول فقد التحكم الكامل في نفسه لا تحسب من الأصل، لكن غضب شديد ومتحكم في عقله محسوبة تطليقة واحدة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. لما جاء عمر قال: أرى الناس تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر.